الآن شاهدوا التلوث الذي تسببت به إحدى محطات الكهرباء في بغداد، وهي محطة الزعفرانية. السلام عليكم، تشوفون هذا؟ هذا جو منطقة الزعفرانية. طبعا هالبارحة غسلت السيارة، شوفوا هاي يومية على هالحال من ورا محطة كهرباء معسكر رشيد. هاي البارحة غسلت السيارة، الله شاهد علي. كل مكان هذا جو منطقة الزعفرانية. لا نلقي باللائمة على المحطة، ولكن السؤال: أين الجهة المتخصصة بالدور الرقابي هنا؟ أين من يحترزون لمثل هذه المشاكل حتى لا تقع؟ من الذي لم يقم بدوره كما يجب؟ أسئلة لو توفرت إجاباتها لما وجدنا هذا التلوث البيئي. وربما يقول قائل: ما أسهل التلوث البيئي حين يقارن بالتلوث السياسي فيك يا عراق.